مساء الخير عليكم، مساء الطيب، مساء العود، مساء البخور. يا جماعة، اللي ما أخذ عطر، اللي ما أخذ بخور، جايب إليكم متجر رشة. فرصة بمعنى الكلمة، عرض قوي وشغل يا جماعة فاخر من الآخر. نشوفها سوا. رشة، أنت كالقمر، حكاية كل مساء. مرة عجبتني صراحة العبارة. من هذه المنتجات اللي وصلتني عبارة عن عطر ودهن عود وبخور ماروكي، بالإضافة إلى المبخر الذكي وأعواد البخور. يلا نشوفهم بالتفصيل. نبدأ بأول منتج، دهن العود السيلاني. طبعا أيام عيد ومناسبات، حلو الواحد يروح مطيب بدهن العود. بصراحة جاب وقته. كم سعره؟ 115 ريال، والآن عليه عرض بالموقع ب90 ريال، وفي كود خصم خاص لمتابعيني راح يكون ب81 ريال. نجرب العود ونعطيكم رأينا. ما شاء الله تبارك الله. بصراحة يا جماعة العود يفوز، يعني إلى رائحته الخاصة العود، مناسبات مرة حلو. من بعد دهن العود سلمكم الله هالماروكي هالطيب، بخور ماروكي طيب أوقية كاملة. يا سلام، تخيلوا يا جماعة 99 ريال وعليها خصم بالموقع 80 ريال، ومع كود الخصم حقي يطلع كم؟ يطلع ب72 ريال. مضبطنكم أنا يا جماعة. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف تغلي. بصراحة ريحته مرة مرة طيبة، لا يفوتكم يا جماعة. سعر مرتب ورائحة طيبة. أيضا من المنتجات اللي وصلتني المبخر الذكي، ونشوف الناس الآن هابين فيه، لأنه بصراحة عملي وروائح اللي جاية طيبة، وسعره جدا جدا مناسب. كم سعره ده يا جماعة؟ تخيلوا ب39 ريال بالموقع، سووا عليه خصم ب30، والآن مع كود الخصم بكم؟ ب27 ريال. راح تاخذ المبخر زائد الأعواد. يا سلام، ريحتها مرة طيبة. طبعا الأعواد ماروكي، لو حبيتوا فقط الأعواد يعني عندكم المبخرة، كم سعرها؟ 15 ريال فقط. لون ختامها مسك، وهذا آخر منتج، لوفلي كلاود. طبعا هذا عطر نسائي خليط بين العود وبين البخور وبين الفانيلا. عاد ايش تطلع الريحة؟ تطلع جنان. المشكلة يا جماعة ان هذا المنتج باقي عندهم في المتجر فقط وفقط 5 علب. يلا عاد نصيب مين؟ العلبة حقها يا جماعة لحالها حكاية، اهم شيء الريحة. طبعا العطر نسائي بس احنا بنجربه يعني. لا واضح نسائي نسائي طبعا، الفانيلا مع العود. بصراحة يا جماعة حكاية حكاية. عن كم سعر هذا يا جماعة؟ سعره 110، والآن مع كود الخصم راح يطلع ب99 ريال. زي ما قلت لكم للأسف الشديد باقي فقط 5 علب. وهذا متجرهم الإلكتروني. طبعا عجبتني عندهم بوكسات رمضانية فيها بخور وفيها مبخرة وفيها أشياء مرة حلوة. شوفوها وشوفوا أسعارها، ولا تنسوا طبعا كود الخصم راح يكون مدته 7 أيام، وهذه باقي المنتجات حقهم. بحط لكم الآن حسابهم بالإنستغرام وحسابهم بالسناب شات، تابعوهم. طبعا لما تسجلوا بموقعهم الإلكتروني لما يوصلون 1500 مشترك راح يتم السحب على هدية قيمة.